السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية وردوا فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقها طردا لتلك القواعد المقررة يعني عندهم، وإن كان أصلها مما تأولوها لنصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. وعلى كل حال، في هذا الباب ينبغي أن يكون الإنسان الذي خاصة يتصدى لدراسة أصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم التي صنفها المتأخرون. أما أصول الفقه للصحابة والأئمة فكلها واحد، وهي ليست إلا أربعة أو خمسة: كتاب الله وسنة رسول الله، والصحابة كانوا يتشاورون فيما بينهم، ثم القياس. وأما الأئمة رحمة الله عليهم فكانوا كتاب الله وسنة رسول الله، فإن لم يجدوا فبما ورد عن الصحابة من القضاء والأحكام وغيرها، ثم ومن التابعين أيضا، ثم القياس. فهؤلاء قرروا نصوصا وقد اضطربوا فيها، فنريد من طالب العلم أن يكون يطالع في هذا الباب كتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين، وقد أذكر ونوه به كثيرا. فمن قرأه في الحقيقة بإيمان وإخلاص لدين الله عز وجل لا يمكن أن يتعصب لعقيدة ولا عمل ولا طرق تزكية غير طرق الصحابة في جميع هذه الجوانب. وأما أهل المذاهب المختلفة، الحنفية والشافعية وحتى المالكية والحنبلية، الذين بعضهم من الحنابلة، فقد قعدوا قواعد عقلية فردوا كثيرا من النصوص المحكمة من السنة بقواعدهم وآرائهم. فمن جملته أنهم ردوا مثلا النصوص وجوب النية في الوضوء والغسل، وقالوا: لا تجب النية، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا قلنا إن النية شرط لعبادة الوضوء والغسل، فقد زدنا في كتاب الله أو لا كتاب الله، وهي زيادة على نص القرآن، فيكون نسخا. والسنة لا تنسخ القرآن. فهذه يعني ثلاث مقدمات كأنها. قال ابن القيم: إحداها أن القرآن لم يوجب النية، والثانية أن إجابة النية بالسنة نسخ للقرآن، الثالثة أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صرحت السنة إجابها، كقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة. وقالوا إن الله تبارك وتعالى قال: وذكر اسم ربه فصلى، ولا يحتاج حتى التكبير وغيره، بأي كلمة يبدأ الله أعلم، الله أعظم، الله
أي شيء، حتى لو قال بالفارسية كما نقل عن بعض الأئمة رحمة الله عليهم، الله بزرق ترس، الله أكبر ترجمة له بالفارسية، وكذلك لو قرأ ما تيسر من القرآن لأنه لم يوجب الفاتحة، فقال الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقالوا إذا أوجبنا قراءة الفاتحة فقد زدنا على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ، وهكذا قالوا. على كل حال، فالذي يعني يقال لهم أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان القرآن، فلا تجعلوا آيات الآيات منسوخة بالأحاديث، بل قد تكون موضحة له. وكذلك الحديث والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تذكر حكما جديدا لم يذكره القرآن الكريم. فإذا يكون للإنسان ينبغي أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لقواعد قعدها العلماء الذين يقلدهم. وقال ثم هل يجوز تخصيص كلام الله بحديث؟ وهذه المسألة في الحقيقة أيضا اختلفوا فيها، فالذي تدل عليه كثير من المسائل أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تخصص كلام الله تعالى، وأجمعت الأمة على تخصيص، فأجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى بعدما ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم المحرمات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذا ليس فيه ذكر المرأة، جمع المرأة على عمتها ولا خالتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فخصت. والعلماء كأنهم أجمعوا على تخصيص، علماء أهل السنة أجمعوا على تخصيص هذه الآية بهذه السنة. كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإذا كان هذا العموم توجب الآية على ما يفهمون منه، أو على ما يقعدون أن السنة لا تخصص، حتى أن الكافر من الأولاد يورث من المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بقوله تعالى لا قطع في ثمر ولا كثر، ونظائر ذلك كثير في الحقيقة، كما هو في قالوا إن اليمين أو إن القضاء باليمين والشاهد لا يجوز لأنه نسخ لكتاب الله تبارك وتعالى، هكذا قالوا. فردوا عليهم على كل حال، قال صح على كل حال عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا متعنا فيها، فينبغي أن يؤخذ، ولكنه كما أخذ الأئمة في جوانب خاصة، ولا ينكر أو لا تترك بهذه القواعد التي لا تترك السنة بهذه القواعد التي قعدوها رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك في الحقيقة تناقضوا في مسائل كثيرة، زادوا على النص القرآني أحكاما لو كانوا يعني يتذكرون أو يفكرون ما قعدوا لما قالوا هذا الكلام. مثلا قالوا نعم لا يجوز للمسافر القصر في قصر الصلاة أو الفطر في سفر أقل من مسافة 3 أيام. نعم قالوا هذا الكلام، لحظة شوية الله يبارك فيك يا، فيقول أنه لا قصر في أقل من 3 أيام، لأن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا يتناول 3 أو ما دونها، فأخذوا بقياس ضعيف أو أثر لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم يجعلوا ذلك نسخا. فيقال لهم أنتم مضطربون في قواعدكم، مضطربون في قواعدكم، ولا تجدون هناك ضابطا في أخذ السنة
وترك السنة إلا قواعدكم أو إلا عن طريق قواعدكم الباطلة. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في مسائل كثيرة من المذاهب الأربعة تركوا السنة، إما لم يبلغهم السنة، لكنه بعدما بلغهم أيضا ثبت كثير من المتعصبين على مسائل قد قالها أئمتهم وتركوا السنة. والآن مثلا الحنفية رحمه الله أيضا يجيزون التحليل بعد الطلقات الثلاث، وهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحللة والمحللة له، فيحلون ما حرم الله تبارك وتعالى ولعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم قد أول قال لعن بمعنى رحم الله، سبحان الله، هكذا فسروا خلاف ما فسره أو خلاف ما فهم الصحابة والتابعون والأئمة رحمة الله عليهم، وقالوا رحم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل لعنتي عليه رحمة، رحمة هكذا، الله المستعان. نعم، ومسائل كثيرة في مثل هذا في الحقيقة. ثم كذلك هم يعني قد لو كانوا يكتفوا بهذا، لكنهم في الهند الذي نعرفه يخرجون الذين يتبعون السنة في مسائل كثيرة، يخرجونهم من مساجدهم ولا يسمحون لهم، وهذا والله خذلان كبير من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله من ذلك آني محدثات الأمور ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية وردوا فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنة موافقتها طردا لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويل أو بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. أيضا ابن عبد البر رحمه الله له في كتابه باب خاص في هذا الباب أو في هذا المعنى في كتابه جامع بيان العلم وفضله. فأما الأئمة، قال المصنف، فأما الأئمة فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة. إذا كان هذا الشرط، إذا كان معمولا به عند الصحابة، هل هناك حديث تركه الصحابة؟ نعم، عرفوا نسخه فقد تركوه لا شك فيه، ومن بعدهم إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. ومن بعدهم الذي أريد أن أعلق على مثل هذا، أنا تتبعت كثيرا لكن ما وجدت برواية صحيحة حديثا صحيحا رد علماء الحديث العمل به أبدا أبدا، هذا لا يوجد. وأنا أريد من الإخوة إذا كان يجد شيئا بدون سبب يردون الحديث فهذا يرشدني إليه، بارك الله فيكم. لكنه يقول إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أو على علم أنه لا يعمل به، لابد أن يكون هناك سبب منسوخ أو يكون ضعيف أو يكون فيه يعني بعض الأسباب التي جاء أو أجاز لهم ترك العمل به من العلل وغيرها. أما حديث صحيح معروف عند العلماء بصحته فلا نجد أن الأئمة رحمة الله عليهم أو أحد منهم يكون قد ترك هذا الحديث. نعم، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا على علم.
فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ به بعمل أهل المدينة، وقد رد عليه العلماء رحمة الله عليهم، فعمل بلد ما لا يكون حجة، لا يكون حجة في دين الله تبارك وتعالى. وقد وهنا ابن حزم رحمه الله قد ذكر في المحلى أشياء، وقال أهل المدينة كانوا تركوا كذا وكذا من الأعمال، وقد ثبت فيه الحديث. وقال أما في زماننا هذا، هكذا أذكر أنه قراءتي قديمة، وأما في زماننا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن أهل المدينة أفجر خلق الله، هكذا ذكر والله أعلم. ونقول على كل حال عمل أهل المدينة لا يكون حجة، قد يكون تركوا أعمالا كثيرة من السنة وله أمثلة كثيرة، والأكثرون أخذوا بالحديث، وهذا قول مالك، والأكثرون من الأئمة أخذوا بالحديث ولم يتركوا العمل بالحديث لأجل عمل أهل المدينة. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام. ماذا يقصد بالجدال والخصام والمراء الذي قد يوصل إلى شحناء وبغضاء، وقد يوصل إلى جدل يأتي إنسان كما قال مالك رحمه الله كلما جاء أجدل من غيره، هل نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدله؟ فقد يكون المجادل فصيحا بليغا، قد يغلب على المتبع على السنة، وقد يكون غالبا في أمر قد يكون هذا الأمر لا يجوز أو يكون مكروها. ولم يكن طريقة أئمة الإسلام الجدل والخصام والمراء في مسائل الأحكام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين. العراقين، ما المقصود بالعراقين؟ العراق في الحقيقة الذي كان يعرف العراق عراق العرب، وسموا عراق العجم أيضا، وأدخلوا فيها بعض مناطق خراسان، هذا مما ذكروه في العراق العرب وعراق العجم. ولذلك قال العراقين الظاهر بعدما اشتهر العلم في خراسان، وعلم السنة والحديث وغيره والفقه، وقبل أن تكون صفوية كافرة بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه، وصنفوا الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها. كل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع ما في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. هذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، وكما ذكر المحقق الذي في أيدينا الكتاب المحقق محمد بن ناصر العجمي أنه ذكر أن إسناده حسن وهو كذلك. نعم. وقال بعض السلف: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. نعم. وقال مالك رحمه الله: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يعني يريد المسائل وتوليد المسائل والتي لم تقع. نعم. وينظر في هذا الباب ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم فضله. وكان يعيب، قال المصنف: كان يعيب، أي الإمام مالك رحمه الله كان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول: يتكلم أحدهم كما كأنه جمل مغتلم هايج، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه
وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وكان بعض السلف إذا كان أحد يقول لو حصل كذا، لو قال كذا، قال: هل وقع ذلك؟ قال: لا. قال: دعه، وإذا وقع قيض الله من يجيب فيه. فبذلك كانوا يكرهون في الحقيقة توليد المسائل التي لم تكن وقعت. فقال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يفصل الله تبارك وتعالى عن الروح، واختصر أنه من ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا تتبعوا ما لم تؤتوا من العلم. فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن الحقد. وكان يقول في المسائل الذي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النحي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، في ذلك ما يطول به ذكره. وما هذا؟ ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسحاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك عن فهمي عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله عز وجل. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع. يعني ما يتكلم أن عنده علم ولم يعرف السلف، إنما هو حبا في الكلام وقلة ورع، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن أي البصري: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية: أنا عالم بالمراء منك ولكن لا أماريك. وقال إبراهيم النخي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. أخرجه الأئمة في كتبهم بأسانيد صحيحة عنهم. وقال جعفر بن محمد: إياكم الخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ماذا يقصد بالتنقل؟ الظاهر يقصد المصنف رحمه الله بقوله أكثر التنقل في المسائل. فاليوم بالمجادلة والمراء غلب في مسألة كان يعلم أنه حق فانتقل إلى المسألة الثانية، ثم إذا جاء أجدل منه فربما انتقل وترك المسألة الثانية التي عمل بعد المجادلة والمراء. هذا الذي يظهر الله. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا أو كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا.
وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين. هنا لعل في يختلج في قلب بعضكم كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. الذي يظهر في الصحابة لا شك في أن أبا بكر كان في زمن أخير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك كلامه في المسائل قليل، وعمر رضي الله عنه ربما زاد عنه، عثمان جاءت عنده مسائل أخرى فالصحابة تكلموا فيها. فالذي يظهر أن ابن عباس قد تأخر وفاته، وكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شابا لقنا عمره 16 سنة أو 15 سنة، قد ناهض الاحتلام في أيام منى في الحج، فيقول احتاج الناس إليه، ولذلك صار كلامه في المسائل في التفسير والفقه واللغة وغيرها كما يذكر في التفاسير في معاني الألفاظ أكثر، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والتابع والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فالذي يظهر والله أعلم الذي تكلم من المتورعين رحمة الله عليه من الصحابة والتابعين تكلم كثيرا، فباضطرار لأنه قد جاءت وحدثت مسائل كثيرة بعدما تكون دخلت أمم مختلفة في الإسلام، فجاءت مسائل مختلفة أيضا، ولا يقال إن كلامهم مذموم، والله أعلم، هذا مما يظهر لي. نعم، والتابعون أعلم منه، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكن نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. فليس العلم بكثرة الرواية، فنقول رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الرواية ما التفقه فيه والتعلم قواعد الاستخراج المسائل وغيرها لا شك أنه هو علم كبير، أما أن يكون يحفظ الإنسان ولا يفهم معناه فكأنه نسخت نسخة أخرى من صحيح البخاري مثلا أو من صحيح مسلم، كما أن نسخة البخاري مزين في الرفوف كذلك هذا مزين في قلبه، لكن إذا كان يحيل الفهم أو يقول يحيل جهده ويبذل جهده لفهم المعاني وكذلك المسائل فهذا لا شك أنه من الممدوح لا من المذموم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، نعم كثرة نقول الناس وكثرة أقوال الناس هذا ليس من العلم، لكنه إذا كان يكثر من الرواية وفي كل مسألة يبحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان صحابة رسول الله إذا سئل عن مسألة فكان يتلو عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يتلو عليه الآية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، نعم جوامع الكلم إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلم موصوف والجوامع صفة، يعني الكلم أو الكلمات الجامعة، قد تكون وقد لعلكم الجامع بيان العلم وفضله لابن رجب رحمه الله الكتاب، وقد ذكر هذا في مقدمته أنه أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه كلمات مختصرة لكن تحمل معاني ومسائل كثيرة، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، لا شك فيه،
نعم توسل، قيل وقال وفلان قال فلان قال، هكذا ينقل. إذا جاء أحد ويسأل هل سورة الفاتحة واجبة؟ نعم نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل التكبير واجب؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحليلها التكبير وتحريمها التسليم. وهكذا نقرأ عليه، ولا نذهب ونقول قال فلان كذا وقال فلان كذا فيشتت فهمه. عامة الناس لا يحتاج لمثل هذه القيل وقال، وهو الذي يكون مذموما في مثل هذه المواقع. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. إن تشقيق الكلام من الشيطان. نعم، وهذا مرسل من قول مجاهد، نعم وهو ضعيف. قال: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام كلام أو التشقيق والتدقيق المسائل فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنه أخرجه مسلم وغيره: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو إن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطا، ولم تكن طويلة بحيث يمل الناس. نعم، ولا يستوعب في الخطبة ولا في الصلاة أيضا حتى لا يمل ولا يكون فتنة للمصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أطال صلاته: أفتان أنت يا معاذ؟ كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وفي الترمذي وقال: إن من البيان سحرا. إن من البيان سحرا، هل هذا يكون فيه مدح أو فيه ذم؟ قال المصنف: إنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وبالفعل لما جاء بعض الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الدية على الجنين، فقال: كيف ندي من لا نطق ولا استحل ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر دمه ولا يعطى الدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ فهناك كلام قد يكون يؤثر في الباطل مثل السحر، وبعضهم جعل هذا من مدحا، إن من البيان سحرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على حسن البيان حتى يؤثر في قلوب الناس، حتى يؤثر في قلوب الناس. وفي الترمذي قال: وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو المرفون: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. هذا الحديث صحيح، أدخله الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة في الجزء الثاني صفحة 540، صفحة 540. نعم، ففيه كراهة أن يكون الإنسان يتكلف في الكلام ويتقعر ويأتي بألفاظ غريبة والناس قد يكون لا يفهمون، كل هذا الظاهر المقصود منه. قال: وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة موقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان عالم ممن ليس كذلك. يقول المصنف: قد ابتلينا بجهلة من الناس في عصره يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه عالم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله،
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث بن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم للسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبة القول نسبة أو نسبتهم نسبة الجهل إليهم وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة إنهم أبر الأمة قلوبا وعامقها علوما وأقلها تكلفا، كما مضى بنا وقد فيما ذكرنا أو ذكرت، قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرهم أمة قلوبا وأعمقها علوما أو علما وأقلها تكلفا. يقول في هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. نعم، وهذا الحديث قواه ابن حجر في فتح الباري ذكره. نعم، هذا القول. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن كثر كلامه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وهذا ما جاء في حديث البخاري ومسلم وغيره، جاء أهل اليمن هم أرق وأفيدة، الإيمان يمان والفقه يمان، وفي رواية والحكمة يمانية، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم على القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. نعم، كان أهل اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ولكن طرأت عليها ما اجتالتهم الشياطين فجاءت في مقاعد باطلة وفاسدة. أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فهناك من الأقوام الذين ترفضوا ويريدون أن يمحوا السنة وأهلها، ومعهم الله بمقدر لهم هذا إن شاء الله. يقول المصنف فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم لا شك في ما تفهمه وتعقله والتفقه فيها. فمثلا في التفسير الصحابة رضوان الله عليهم، تفسير الصحابة بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعين وغيرهم على ما رتب العلماء رحمة الله عليه، كذلك في المسائل التي تكلموا فيها. فمع العلم ما تفقه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعد من التوسع إلى خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم، أي بكلام الصحابة والتابعين والأئمة. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، هذا الذي نعتقده لا شك فيه، ما يخالف فتواهم وكلامهم وعملهم وهذا باطل ولا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يؤخذ في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، وما يوجد في كلامهم من المعاني البديعة
والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فإنه فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فأته ذلك الخير كله ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عند ذلك، لا يثق هو عنده بنفسه، ولا يوثق به من الآخرين. كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به أو بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب، والذي نقل عن الإمام أحمد فيما أذكر أنه قال: يعني نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله، فإن لم نجد فيهما فنأخذ من قول الصحابة لا نعدل من قولهم، وأما إذا جاء للتابعين فأنت فيه مخير. وهذا هو قول غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. والإمام أبو حنيفة يقول: فنزاحمهم ونقول مثل ما قالوا. هكذا على كل حال في التابعين. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، قال في التابعين: أنت مخير، يعني في كتابته قولهم أو تركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان كلاهما تابعيان، ثم ندم، أي صالح بن كيسان على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد إسحاق وابن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الزاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. الظاهرية عامة لا شك فيه أنه قد جاءت عنهم الأشياء التي قد اعترض عليهم وهو مخالف للحق. ولذلك نحن ما دام الميزان عندنا ما خالف الصحيح من الكتاب والسنة فهو مردود بأدب على قائله، ولا نهدر أو لا نهدر ولا نلغي باقي أقواله الصحيحة. فهذا طريقة أهل الحديث وطريقة المنصفين والعادلين في كل قوم، سواء كانوا في الظاهرية أو غيره. فإسقاط الظاهرية بمجرد أنهم ظاهرية مطلقا في كل شيء لا شك أنه ليس بعلم صحيح. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد رحمه الله: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، أي صار جهميا منكرا لصفات الله تبارك وتعالى. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث
واتبع أهله في ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشد وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان منهم يعني، فنعوذ بالله منه. ثم يقول المصنف رحمه الله هنا باب جديد، قال: ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق مما استحسنه قلبه أو الكشف، ادعاء الكشف أنه كشف لي كذا أو كشف لي من فلان قال لي كذا وكذا، وفيه خطر عظيم ولا شك فيه، لأنه يجعل قلبه موضع الوحي ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطع. نعم، وفيه خطر عظيم قد أنكره آيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان والداراني إنه يقول: إنه لتمر بي النكتة، يعني في القلب يأتي شيء من الخطرات من نكت القوم، أي من نكت القوم الذين ادعوا أعمال القلوب والتزكية وعلم الباطن. فيقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب على كل مسلم يدين بدين الإسلام. وقال الجنيد والبغدادي: علمنا علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أن الله حال في كل أحد والعبد رب، يأتي ذكره لعله يذكر لكم إن شاء الله، أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك. نعم، من أصول الكفر والفسوق والإسيان كدعوى الإباحة وحل محذورات الشرائع. نعم، هم قالوا وفسروا قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وعندهم درجات قد عينوها لنفسهم مما أملت عليهم الشياطين، فقالوا إنه قد يكون وليا، قد يكون بدلا، وقد يكون وتد أوتاد والأقطاب إلى آخره. نعم، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، فاعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معناه وصل بالله، فهو الواصل بالله، فلا تجب عليه الفرائض والواجبات ولا التقيد بدين من الأديان، فليفعل ما يشاء. وهذا كفر سريع، إذا مكن ولي الأمر من أحدهم فيستتاب، وإلا ينبغي أن لا يكون له وجود في الدنيا يفسد به عقول الناس. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، نعم، وهي من مزامير الشيطان، ولكنهم كانوا اختاروا أنها يرقق القلوب. ما هذا؟ الله المستعان. إن كان يرقق قلوبهم فيقسي قلوب أهل العلم وعلى الكتاب والسنة. وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وينبغي للإنسان أن يكون له بعض المعلومات عن هؤلاء القوم الذين نعرفهم أنهم صوفية، يسمونهم الصوفية هؤلاء الذين أشار إليهم المصنف، فهم في الحقيقة يعني حادوا أو بعدوا عن دين الله تبارك وتعالى في
في أمور كثيرة قد توصل بهم إلى الكفر. فهناك من لا يؤمن بقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فيقول إن الله تعالى خلق محمدا من نوره وخلق من نوره جميع الأشياء والقرآن يكذبهم. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كذلك في أقوالهم يزعمون أنهم يرون الله تعالى في الدنيا، الله أكبر. نعم، وهذا لا شك في أنه هذا كفر، وعندهم كفريات كثيرة مثل هذه، حيث قال والقرآن يكذبهم حين قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. أما في الآخرة فلا شك أنه يراه المؤمنون ولا تدرك الأبصار. ومن الغريب أن الغزالي رحمه الله الذي كان قد خرج من كلام الفلاسفة وغيرهم، لكنه في كتابه الإحياء، هل كان هذا قبل التوبة أو قبل رجوعه، قال باب حكاية المحبين ومكاشفاتهم في كتابه الإحياء علوم الدين في الجزء الرابع سنة الصفحة 365 و300، قال باب حكاية المحبين ومكاشفاتهم. هذه القصة ذكر قال أبو تراب يوما هو النخشبي لو رأيت أبا يزيد، فقال له صديقه إني عنه مشغول، قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. قال أبو تراب ويلك تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد البسطامي مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. ثم قال الغزالي فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن. وهذا من العجائب والغرائب سبحان الله، مثل هذه المكاشفات، يعني كيف يقبل؟ والغزالي قالوا من مفكري الإسلام وكذا، ولذلك الصوفية يبجحون أو يمدحونه ويرفعونه كثيرا. قال الغزالي فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن. نعم، نحن نقول بل يجب أن ينكرها كل المؤمنين بهذا. كذلك الغزال هؤلاء قد فسدوا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال، فهم يوجبون شد الرحال إلى المشايخ وغيرهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذبح كذلك عندها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم، وكذلك يستعملون أيضا، ومنهم بعضهم قد يكون قد دخل في هذا أيضا، ولا يأتي يوما إلا وبعده شر منهم من القرون المتأخرة على الصوفية، تستعمل الطلاسم والحروف والأرقام لعمل الاختصارة كما ذكر المصنف، استعمال بيجاد وكذلك الخط وغيره والتمائم والحجب، ويلجؤون إلى مثل هذه الأمور ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن كثيرا من الناس يظن أن الصوفية من الإسلام في الحقيقة وأن فيهم الأولياء، لكنه ينبغي أن يعرف أن هؤلاء الصوفية ما يكون صوفيا إلا أو ما ينتسب في المتأخرين خاصة، وقد يكون في المتقدمين من يكون لا يصل كلامه إلى الكفر وعمله لا شك فيه قد يكون مخالفا للسنة، لكنه مثل هؤلاء الذين جاءوا وقالوا إن الله هو العبد والعبد هو الله، ويسمونه الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، قال هو كبير الصوفية في كتابه الفتوحات المكية، ورب حديث يكون صحيحا عن طريق رواته حصل لهذا المكاشف الذي أعين هذا المظهر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث فأنكره وقال له لم أقله ولا حكمت به، فيعلم ضعفه فيترك العمل به على بينة من ربه، وإن كان عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس الأمر ليس كذلك،
وهذا الكلام موجود في أيضا ذكره في كتاب العجلوني في الأحاديث المشتهرة. نعم. ويقول ابن العربي أيضا عن وحدة الأديان، وهي ينبغي أن يكون كله دين واحد، وليس هناك إسلام ولا اليهودية ولا النصرانية. قال: وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي قابلا كل حالة، فمرعا لغزلان ودير فمرعا لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواه توراة ومصحف قرآن. فالحاصل على كل حال، يرد ابن العربي بهذا بقوله: هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وابن الذهبي رحمه الله في زمانه، وهو ابن العربي، هلك في سنة 38 و600. الذهبي ترجم له في الميزان، ويعني وذكر فضائله ما يذكرون، وتصانيفه كثيرة، وقالوا كان عالما بالحديث إلى آخره وآخره. ثم قال الذهبي في الأخير، يقول: هناك من له إشارات عارفين ورموز السالكين على ما يذكرون، عدها طائفة من متشابه القول، وأن ظاهرها كفر وباطنها حق وعرفان. هكذا يقولون من يعتقدون فيه. ثم ألق الذهبي قال: فوالله، هذا الكلام جميل جدا، قال: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم سوى لا يعلم من العلم شيئا سوى سؤر من القرآن، ليصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وباليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان والحقائق، ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 صلوة. قال هذا في الجزء الثالث صفحة 59 و600. ففي الحقيقة يعني ابن العربي نفسه يقول أنه أن الله هو المخلوق والمخلوق هو الله، وكل منهما يعبد الآخر، ويعبر عن ذلك بقوله: نعم، يعني إن الرجل حينما يضاجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، يعبر هذا بقوله: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. كذلك من الكفريات الذي أو التي قاله هو ومن معه ومن قبله أيضا، قالوا هذا حلاج وغيرهم: إن الرجل حسب ما يضاج أن الرجل حينما يضاجع زوجته إنما يضاجع الحق، نعوذ بالله. ويشرح النابلسي ذلك بقوله: إنما ينكح الحق، قاتلهم الله. ويقول أبو يزيد البسطامي: أخالب الله، قال: فزيني بوحدانيتك، وألبسني ربانيتك، وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك. ويقول عن نفسه هو أبو يزيد: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. نعم، الجنة لعبة صبيان، الله المستعان. أشياء كثيرة من هذه الأشياء التي لا شك أنه كفر، وينبغي أن نعرف الفرق بين الزهد والتصوف. هؤلاء لبسوا الصوف، وهي النسبة الصحيحة إلى صوفي، ليس إلى صفاء ولا إلى صوفية وغيرها الذي يقولون. فدين الإسلام يأمر بالاعتدال والتوسط لا شك فيه في كل شيء، والزهد إذا كان في حدود الاتباع بحيث التقلل من الدنيا وما تمكنه منها، فهذا من أعلى أنواع الزهد الذي كان عليه عبد الله بن المبارك وغيرهم رحمة الله عليهم، كان في حدود الاتباع فهو ممدوح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الزاهدين، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الصوفية قالوا: إذا اكتسب أو إذا قام أحد بالتكسب فكأنه لم يتوكل على الله. نعم، فزهد الصوفية، أما زهد الصحابة وزهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إهمال الكسب والعكوف على
بعض الأعمال الشاقة لا شك فيها، ولم يكن هناك تخاذل فيما بينهم في هذا الباب، بل كان يحث بعضهم على بعض في الكسب. أما زهد الصوفية فهو ترك التأسف من الحلال والعمل النافع والعكوف في العربة لانتظار ما يجود به الناس، وهكذا والله المستعان. وقد قرأت، وهذه مكة لا شك فيها أنها كانت مأوى لكل عقيدة في الأيام الخالية. اللهم احفظ آل سعود وآل الشيخ الذين طهروا هذه البلاد من هذه الأرجاس والإنجاس. سبحان الله. قد قرأت في كتاب العقد الثمين قال: كانت هناك أربطة للصوفية وللصوفيات من الشافعيات وللصوفيات من الحنفية وغيرهم. فهذه كلها الله المستعان كانوا يدندنون في أزقة مكة. وكان ابن عربي في يوم ذكره أيضا أن محمد ابن عربي هذا الحاتمي أبو محي الدين الشيخ الأكفر، إذا سمينا وهم يسمونه الشيخ الأكبر، كان يمر بأصحابه في بعض أزقة مكة، فجاء كلب أمامهم فطرده بعض تلاميذه، بعض مريديه، لا تقول تلاميذه، مريديه، فنهاه وزجره ابن عربي النكرة، نعم، وقال: لا تطرده، إن هذا ربي، نعم، الله المستعان. فالحاصل على كل حال أن هذا الزهد أو هذا الشطحات التي جاءت عنهم أكثر من أن تحكى، وينبغي أن تقرأوا كتب التي ألفت فيها، منها مصرع التصوف للبقاعي الذي حققه عبد الرحمن الوكيل، وكذلك كتاب التصوف للشيخ عبد القادر السندي رحمه الله، والتصوف لإحسان الإلهي الظهير. قد ظهرت كتبهم في الزمن المتأخر فنقلوا من أصولها، فاقرأوا واستزيدوا من العلم إن شاء الله. نعم. يقول هنا المصنف رحمه الله: وأدخلوا في هذه الطريق، قال، إلى دعوة الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق واليسيان، كدعوة الإباحة وحل محظورات الشرع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناية والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناية والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف فيما على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عن عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعض العلماء: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير. من عصاه يعني لم يخشى الله ولم يعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. وقولهم هذا مبني على قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين ورموا الحق بعلم الكتاب والسنة. يقول المصنف: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين:
أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وعظامه وخشيته ومحابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. نعم، الذين ينكرون الصفات التي هي من صفات الله تبارك وتعالى، وخاصة ينكرون نزول الله واستجابة الدعاء، فكيف يكون لهم خشية والعظام والإجلال ومحابة للطلب من الله تبارك وتعالى؟ وكذلك من أنكر صفات أخرى أيضا، الغضب والرضا، فكيف يرق قلبه؟ والأمر الثاني، قال المصنف: المعرفة بما يحبه ويرضاه، ما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة، فيوجب ذلك المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه فهو علم نافع. فإذا أثمر العلم لصاحبه، هذا يعني الخشية وطلب رضا الله تبارك وتعالى والتباعد عما يكرهه ويسخطه، فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان هذا العلم نافعا ووقر في القلب، فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفوس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناع والزهد في الدنيا، يعني لا يحاول أن يحصل الدنيا سواء كان حلالا أو حراما، فيزهد ولا يأخذ إلا القدر الكافي بالحلال. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي الحديث القدسي، يعني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث الصحيح الذي حديث الولي المعروف، أخرجه البخاري رحمه الله وشرحه الإمام الصنعاني رحمه الله، أو الشوكاني الصنعاني الظاهر. قطر الولي في حديث الولي. نعم. وفي رواية: لئن دعاني لأجيبنه. وفي وصية لابن عباس: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا حديث صحيح. وقد أدخل أو شرحه ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، الذي هو شرح لأربعين النبوية، زاد فيها عشر أحاديث أخرى فصارت 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. يجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب ابن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، أي هم بالمعصية، فلا يجد حلاوة الطاعة. ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه وسار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل ابن عياض:
أما بين ربك بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس رضي الله عنه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف هو معروف الكرخي: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيدي، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف ما بين العبد وربه، ودل عليه ما عرف ربه ووحده وعنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم من الناس إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه ونفع. وقال الحسن البصري: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون على علماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول هو العالم بالله والعالم بأمر الله، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي أي من بني إسرائيل: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء. وكان ذو النون يرددها، ذو النون المصري يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه أنا، إن بعدت قربني، وإن قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: المعروف ما هو أصل العلم؟ خشية الله تبارك وتعالى. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضى من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. ومن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القائمة والدعاء المسموع أي قائمة لأمر الله تعالى. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشى قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. نعم، أو لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أو ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء
وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم لذلك، أي لطلب مباهات غيره، فالنار النار. هذا الحديث يعني حديث فيه بهذا اللفظ فيه بعض الضعف، لكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى علما، أو من ابتغى العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يقبل أفئدة الناس، كأنه يريد أن يتجه إليها أفئدة الناس، إليه فإلى النار، وفي لفظ: أو يصرف به وجوه الناس أدخل الله جهنم. هذا الحديث الصحيح. وربما دعا، قال المصنف، وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم به، يعني أن يحسن الظن به بيظهرون علمهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس، وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية. نعم، كما كان يدعيه أهل الكتاب، نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما ادعاه القرامطة والباطنة ونحوهم، والباطنية، قرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. من اعتقد يقين بيقين أنه مؤمن فهو كافر، لعله يقول كافر بما أراد الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يقول مؤمن إن شاء الله وأنا مؤمن الآن، ويوفقني الله تبارك وتعالى أن أبقى على الإيمان، ويختم الله لي على الإيمان. هذا المقصود. أما إذا كان يوقن بأنه مؤمن فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يعرف، فكأنه كفر نصوصا كثيرة على هذا المعنى. ومن قال إنه مؤمن بيقين ولم يستثني ولم يرتج من الله تبارك وتعالى دوام الإيمان فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في عيون الناس، والإضرار على الباطل والإصرار على الباطل. من علامات ذلك الإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. نعم، قد يكون يتكبر وتأخذه العزة بالإثم إذا قيل هذا مخالف وكذا وكذا، فيصر على الباطل وتأخذه العزة بالإثم حتى لا تنصرف قلوب الناس عنه، ما يريد إلا الدنيا. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارهم على رؤوس الأشهاد، يعني رياء وتكلفا، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك أو يمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الربا الرياء، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة. نعم، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، يعني عالى الذي يكون أعلى من الناس، ويتواضعون ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا ينكرون، نعم، ولا ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد، نعم، الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير
قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. فإنه كلما مثل هذه الأمور، على كل حال قول بعض السلف رحمهم الله رأوه، لكن قد يعتبر الله أعلم رياءً أيضا. الأمور التي يكون ظاهرا للناس ويضع رأسه على التراب تواضعا قد يحمله الناس على الرياء، وقد يداخل الرياء في نفسه أيضا. فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ينبغي أن يكون هذا كله بشكل لا يظهر للناس، ويكون في خلوته بربه. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. نعم. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فلا تقوم له قائمة في هذا العالم، ويرد عليه ويجهله ويذكره بالجهل من دين الله ومن عظمته ومن إنكار صفاته وغيره، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال. نعم. كما من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، ويوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف، كما أشار المصنف وذكر وبسط في الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف عالم وأحكم، وكان ردنا عليه هذا الكتاب إن شاء الله منه. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة رحمه الله وقد سئل عن ألقمة والأسود أيهما أفضل، فقال أي الإمام أبو حنيفة قال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. نعم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فكانه يقول: أنا كالمقعد، ولا تذكرني ما هؤلاء الأفاضل. وهذا من تواضعه لا شك فيه. قال بعض السلف: رأيت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيتهم يفضلون هكذا. وهذا لا شك أنه مبالغة كبيرة جدا، ونقول وليس إن شاء الله، فقد يعطي الله بعض الناس اتباع السنة على شاكلة الصحابة. فقال: نظرت في أمر أصحاب رسول الله وأمر عبد الله المبارك فما رأيتهم يفضلونه إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تواضع ابن المبارك رحمه الله. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به أم من سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله
ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، يعني قلة السلف، لو أراد السلف الكلام وإطالته لما عجزوا عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم العلماء، لام تأكيد، يعني إنهم العلماء، لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله تعالى بالأعمال الزكية يعدون أنفسهم من المفرطين. نعم، فرطت في جنب الله. وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. وأخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حديث صحيح، حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفضل، لكن البيان الفضل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. هذا الذي ذكره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع، وقد رواه بعض الرواة عتبة بن السكن وهو متهم بالكذب. وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. الرحم يعني صلة الرحم ولا شك فيه، والحياء أيضا إذا لم يستحي فيصنع ما شئت، وعي اللسان يعني حفظ اللسان بما لا ينبغي التفوه به، وهذا من أعظم ما يكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ناس، كثير من الناس، أن لهم أعمال حسنة، ولكن وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. ثم قال المصنف: قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي الأمل، يعني لا يكون عاجزا في العمل ولا أن يكون عارفا بالله بقلبه. وهن مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا في الدنيا، وما يزيدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. قال وقال بعض السلف، قال المسند وقال بعض السلف: إن إذا كان الرجل أو إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به ييع إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم أما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، إنما كان ورعا وخشية لله تعالى واشتغالا أما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق، قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة، وفي هذه الأزمان
ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكفي بعلم الله أو فليكتفي بعلم الله عز وجل فيه، ومن كان بينه وبين الله تعالى معرفة ومن كان بينه وبين الله تعالى معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وقد مر أن هذا حديث صحيح. وقال وهيب بن ورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر به النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل لذلك ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إن قال إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. لكن نقول إن شاء الله إذا كان الملوك والعمراء والخلفاء صالحون فهم يحشرون مع الأنبياء إن شاء الله، وهؤلاء الذين يعينونه ويجب أن يعينوه أيضا، ولا يكون الإنسان يتخلف إذا كان قادرا وكان ليس مكفيا وليس هناك من ينوبه، فينبغي أن يأخذ الدلو بيده ويقول أنا عليه حفيظ أمين أو أمين حفيظ. نعم، فلا بد منها، ويكون إن شاء الله إذا كان يقضي بالحق وهو مع الملوك والخلفاء وهم يقضون معه بما يفتي به، فهؤلاء الملوك أيضا مع الأنبياء والشهداء، ويكون العالم مع الأنبياء والشهداء. يقول المصنف لابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي أن الدنيا مبادرة، يعني أخرج من الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي، لأنه يقول أضغاث أحلامي أي قدامي أنا، لكنه كتب بالميم الظاهر ينبغي أن يكتب يا نفس جوزي أن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي أنا بالياء التي يكون على المقطع كله مقطع الأبيات على نطق واحد قدامي، لكنه قدام كتب لو كان كتب قدامي ولعله يصح. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم هنا ذكر المصنف رحمه الله فصلا قصيرا قال ليتدبر ما ذم الله أهل الكتاب من قسوة القلوب، أو ليتدبر كل واحد، قال أن الله تعالى ذم الله تبارك وتعالى على الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كيحيى القتيل المضروب ببعض البقرة
ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا شك فيه ما الصحابة كانوا أفضل الخلق، ثم لا يأتي يوم إلا وبعده جاءت فتن وغيرها وغيرها وغيرها، فيجب على الإنسان أن يكون إلى أن يرجع إلى الأمر الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله فتن كثيرة وتغييرات وتبديلات في العقائد وفي الشريعة وفي الأحكام وفي التزكية وغيرها. فليس هذا في الحقيقة الذي الناس الصوفية كما ذكرنا من قبل أو الذين يدعون تزكية النفس، قد تقلدوا ناسا جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة قرون: التيجاني، النقشبندي، الجشتي، القادري، السهروردي، الرفاعي، والله المستعان. وبين في موضع آخر قال المصنف: وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فلا شك أن ترك عبادة الله تعالى يقسي القلب. وكتاب ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الباب مفيد جدا في ما ذكر، الكتاب المعروف هذا الذي فيه الجواب الكافي. نعم. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمر الله وارتكابهم لنهي، بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: إحداهما تحريف الكلمة من بعد مواضعه، ثانيا نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل أمل به وأهملوا. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منه كما فهم الصحابة يعني، ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة المتكلمين، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. يقول: والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. القص يعني هنا بمعنى التذكير والوعد، وليس المقصود منه القصص التي لا أصل لها. ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين قال الله تعالى فيهم: يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لما تمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص
أو فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغنى بذلك أما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره ومن المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهنا نؤكد أيضا مرة ثانية أن تقرأوا كتاب كل هذه الأشياء من الحيل وغيرها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقين. وهدى الله الذين آمنوا لما اقترفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى هذا الكتاب، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل قراءتنا أو جهدنا هذا بقبول حسن، ويجعل عند عباده أيضا له القبول. ونشكر الله تبارك وتعالى، ثم نشكر دائما وندعو لأهل حرم الله تعالى سواء كان في مكة أو المدينة أن يحرصوا على تعليم الناس الكتاب والسنة وعلى التوحيد الخالص التي تميزت بها هذه البلاد وعلماؤها من أعلم وأعظم علماء التوحيد بفضل الله تعالى في هذا العصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.